قدامه أربع أبيات بس بقولها هنا الحين. أربع أبيات. يقول يالله يلي بجوف الليل تسمعني، أسألك تقبل بعفوك توبة التايب، عسى ذهابي اللي سافرت ينفعني، يلتف ساق بساق ولود الغايب الوقت من ماضي الأيام، طوعني وعرفت ويش الخطأ بالوقت والصايب، والله والله ما يكسر الخاطر ويوجعني الا احتقار الضعيف ودمعه الشاي. والله والله ما يكسر الخاطر ويوجعني الا احتقار الضعيف ودمعه الشاي. انا اشهد ما شاء الله تبارك الله. القصيده يقول راح الشباب وعنفوانه وطيشه، والشيب يا مفضي الحانه ربشها، ما دامت الدنيا لصفوه قريشه، عنها رحل واستدنتها فينا عشها، افنت حكم قيصر وكسرى وجيشها، وعدل النجاشي في رعيه حبشها، يا كشرت بنيابها مستهيشه، تدمي قلوب الغافلين ابن مشها، ما يغوي العاقل رغيده وعيشه، يزهد بها العاقل وتغوي دبشها، تلهث ورا الدنيا نفوس عطيشه، لخير بالجيفه ومنه عرشها، الا السجود بنفس عبد هشيشه، مع دمعه من خشيه الله محشها، ينام ثلث الليل خطوة الوليشة، سجادتها في طاعة الله فرشها، ونجى الكريم ألي بخيرها معيشة، يسجد اليمن المقصر رقشها، قلتاه من جاير زمان النعيشة، وقت جمعرية الكبود وعطشها، بين البذخ وضغوط ضنك المعيشة، نفوس خلق الله تثير انطفشها، ناس على ناس قلوبه غشيشة، عند أتفه الأسباب تارة مخششها، وكم واحد لو نتف العوز ريشه، تثمر مطاريش السعد يطرشها، يهاب ميدان الاصايل كديشه، يطمح المرقاب السنود وليشه. سلام.